السلام عليكم جماعة، شحال تكونوا غاير شحال تكونوا ملاح. كما لقيتوا الفيديو وي اليوم غادي ندير لكم فيديو على البروتين، والبروتين على مليح للكور تاعكم ولا ماشي مليح. قعدوا معنا دروا تقول لي ايوب بصح اما البروتين اللي تهضر عليه اليوم واي جينر ماسل ماس على ما بتهضر اما نوع من البروتين. واليوم غادي نهضروا على نوع واحد من البروتين، غادي نهضروا على كاع الانواع اون جينيرال. يعني ما غاديش نقول لك اليوم غادي نهضروا على البروتين واي ولا ماسل ماس. صح قبل ما نبدو الفيديو تاعنا خصنا بعد هذوك البنيه اللي طالع يقول لك كي تاكل بروتين غادي زعما انت ماشي ناتورال. راكم فاهمين باللي في التموش انت يهضروا ليهم بزاف هذي تاع خويا انت تاكل بروتين يعني انت ماشي ناتورال، انت ما تاكلش بروتين حتى هو طالع بالناتورال. لو تقول لي ايوب صح شي الحاله اللي تردك ماشي ناتورال من مشي البروتين يعني الشهيه، الحاله اللي تردك ماشي ناتورال هي ليباري كيما يقولوا لها ستيرويد. هادي غادي كي دير لي بالي في الكور تاعك غادي دير التستوستيرون تاعك يطلع فتولي تجيب تستوستيرون ماشي ناتورال كي تجيبه من المواد ماشي من الكور تاعك اللي صنعهم. كيما هنا الكور تاعنا صنع تستوستيرون يعني كي دير لي بالي غادي تدخل نسبه من التستوستيرون في الكور تاعك يعني تولي تطلع خفيف، راك فاهمني، تولي تجيب لي ميسك خفيف وتقلع الشحم خفيف. المهم حنا اليوم ماشي نهضروا على ستيرويد كيما يقولوا لها لي بالي، غادي نهضروا على البروتين اليوم. يعني اذا كنتم باغيين فيديو تاع نهضر عليه على ستيرويد قولوا لي في كومونتير وندير لكم واحد. مهم في البدايه غادي نهضر البروتين الشهوة. البروتين هو مكمل غذائي يعني يكمل لك الغذاء تاعك، يعني انت تاكل الروب تاعك نورمال دير ريجيم تاعك نورمال تزيد هو باش تكمل الغذاء تاعك. مثال انت يخصك 70 تاع البروتين لما 70 غرام بروتين في النهار، والدجاج في 25 بروتين في النهار. دجاجه واحده مثال فيها 60 بروتين فديك الدجاجه، انت ما تبقاش تاكل زوج دجاجات ولا دجاجه ونص باش زعما تجيب 70. يعني شا دير تاكل الدجاجه تاعك وزيد تشرب بروتين باش يكمل الغذاء تاعك اللي كليته، راك فاهمني عارفه كي دايره. بصح المشكله ما جاتش هنا، جات بروتين باش يصنعوه. خلينا نبدو في الاولى، زعما ما نقولكش بلي بروتين يصنعوه مواد ماشي مليحه وهذوك الصوالح، غادي نقول لك حاجه واحده. اولا بروتين كاين اللي يصنعوه في المصانع كيما كاع الصوالح، بصح المشكله كاين البروتين المغشوش يعني غادي يغشولك فيه، وكي يغشولك فيه ما تحسش يديرولك فيه، تحس يديرولك فيه مواد ماشي شابه، تحس يديرولك فيه الفرينه، راك فاهمني. يعني خص تحرز روحك تاني كي تشري بروتين تاعك. مهم غادي ما نهضروش عليها هذه تاع البروتين زعما المغشوش، نديرو مثال تاع صاي. راك تعرف بروتين المغشوش، تعرف بروتين لي زعما اللي ماشي مغشوش، تقول لي ايوب انا ما يقلبوش عليا، انا واعر انا نشري البروتين لنيشان الحر. تقول لي ايوب دروك بروتين مكمل غذائي يعني خصني نشريه باش نكمل الغذاء تاعي وباش نجي فورما شابه ونتفخ كيما قاعد يديرو. فالمشكلة ما جاتش هنا، المشكلة مثال نتايا دي زعما 2019 انت تقول بلي غادي هاد العام غادي نشري بروتين ونتفخ ونجي بلاطيف 3 شهور. باي ذا واي هادي ما كاش منها كاع، غادي ما تقدرش تجيب بلاطيف ب 3 شهور ببروتين ولا برا بروتين، هادي يكذب يديروها اذا درت لي بالي هذيك الساعه تقدر تجيب بلاطيف 3 شهور. سماش نهضروا عليها اليوم، غادي نهضروا على البروتين. بروتين ما تقدرش تجيب بلاطيف 3 شهور على خاطر بروتين صيدلي كيما الماكله. بصح المشكله الوحده مثال اليوم صاي جبت بروتين تاعك وغايه وطلعت 3 شهور نديرو، خاطر ما تبقاش طلعت 3 شهور نديرو زعما مثال طلعت 3 شهور، غادي الكور تاعك يتوالف هذيك زعما النسبة تاع البروتين اللي كنت تعطيها له. زعما كنت تعطيه 70 70 70 هي صاي يوالفها، يعني انت غادي يجي نهار وما تكونش عندك دراهم تتشومر. يعني اش دير تحبس البروتين تاعك وتقول ندخل هاي الماكلة، اي غادي شي يصرى لك غادي تهود شوية في لاطاي كيما يقولوا تنفش، تقول اوه علاه نفشيت انايا بسبب البروتين، بروتين يطيح وكاع. خليني نفهمك دروك الظاهرة كي دايرة، راه نفهمك دروك الظاهرة تاع كي تنفش يصرالها. كاين بزاف الناس يحصلوا في هذيك الظاهرة كي تريني حديد وزعما تنفش. اولا هذا خاطي كاع، هذه الظاهرة تصرى كي الكور تاعك قلت تعطيه ماكلة بزاف بزاف بزاف. لما نتايا الكور تاعك يدوموندي 70 بروتين كيما قلت، تقول تعطيه 70 70 70 غادي صاي يتوالف 70 كور تاعك، صاي يولي ادابتي يولي صاي 70 70 70 70. انت يجي نهار كيما قلت لك يطيح لك الدراهم وتشومر تولي ما تشيش بروتين، تولي تعطي الكور 30 زعما بروتين. الكور شنو يدير؟ يقول اه كنت تعطيني 70 ودروك تعطيني 30 ما يقدنيش انا هادي، صاي ولفتني ب 70 دروك 30 ما تقدنيش، يا تزيدني يا نطيح لك الميسكول تاعك، راك فاهمني عرفت كي دايره. عليها البروتين ماشي مليح، وثاني داخله في بروتين ما تعرفش من يصنعوه في المصانع، قاعد يديروا له في صوالح ماشي ملاح، قاعد يديروا لك صوالح ملاح انت ما تعرفش، راك فاهمني، انت ماكش معاهم.
وثاني غادي نعطيكم ان بتي بونيس. هذيك النهار غادي نحكي لكم كل الحكايه دروك. شوف ديك النهار كنت مريض بوسفير وكاع تعرفوا في لاشين تاعك تهضرت عليها وقلت لكم البيض ديال بوسفير وكاع. المهم غادي نبعدوا هذيك السيجن نهضروا على البروتين كما قلت لكم. المهم رحت عند الطبيب اي قلع التريكو قال لي قلع التريكو اي غادي يشوف لي شاف لي في قلبي شاف لي هنا شاف لي في كبدتي يوم باش شاف عندي لاطاي قال لي خويا تتريني. قلت له واه تريني. قال لي تاكل بروتين ولا ما تاكلش؟ قلت له لا ما ناكلش بروتين طالع اي هكا ناكل ماكله تاع الدار ونتريني. قلت له انا سقسيته قلت له علاه بروتين ماشي مليح يا دكتور اش قال لي؟ قال لي هذيك بروتين سي دو بوازون سي دو بوازون. دروك هذه حكايه ونقسم لكم بالله لا صرات لي وبصح هذا الطبيب قالها لي كيما هكا. دروك ماشي نقول لك بلي راه بصح وبروتين ماشي مليح راني نخليها لكم ليكم انا هذه جات مع الطبيب مانيش نقولها لكم راسي صافي. بروتين هو قالها لي قال لي بلي سي دو بوازون قال لي على خاطر بروتين ما تعرفش باش مصنوع وشوف انت ماكش معاهم باش تعرف شاب باش هم يصنعوا راك فهمني على كي داير. دروك نوصلوا للنتيجه تاعنا تاع هذا الفيديو كاع ايوه بروتين مليح للكور تاعك ولا ماشي مليح؟ هو مليح ومشي مليح هي فيها الايجابيات وفيها السلبيات صح. من اعظم ديها عندي في السلبيات اكثر من الايجابيات على خاطر الكور تاعي غادي يوالفه وحاجه كي توالفها شي كاع مليحة. يعني تريني نورمال وما تاكلش بروتين اذا زعما انت هذوك تاع اللي داخلين خشان خصني بروتين خصني بروتين خصني بروتين الله يسهل عليك خويا كل بروتين. انا نصيحه من عندي خطيك كل ماكله راك فاهمني وديجي نهار وتولي عندك فورمه خير من واحد ياكل بروتين. ترى البروتين كما قلت لك ما تعرفش من يصنعوه وثانيا جايه من عند طبيب طبيب واحد يا يعرفوه تموشنت شا قال لي قال لي سي دو بوازون. انا ما نقول لك بلي راه نيشان بصح الله اعلم بالك راه نيشان بالك ما راش نيشان. المهم هذا هو لافان تاع الفيديو تاعنا. هذا الفيديو قعد 3 سوايع بمعنى الكلمه باش درته على خاطر خصني نحوس معلومات وغلطت واحد 100 و200 خطره. بليز الله يحفظكم الله يحفظكم بارطاجوه وديروا النجم وكومونتو لنا زعما ايوب اني باغي هذا الفيديو هذه باغي هذا الفيديو درنا هذا الفيديو هذا غادي هذا الفيديو ما درت فيه 3 سوايع غادي كنتلاقى في 11 جام ولا غادي يطيح لي المورال راك فاهم الناس كي دايره. المهم انا ما نحبش بصح كي يطيح لك المورال حاجه ماشي مليحه انا ضيعت جهدي من عندي بليز عاونونا شويه صاي. المهم كالعاده شنقولوا بيس.